أنا طول من الصبح وأنا بتابع الأطفالنا في قطاع غزة، حقيقة تذكرت كل الشهداء، تذكرت 33 ربما حتى 35 ألف شهيد سقطوا، تذكرت الأطفال. وبعدين شفت الأطفال، يعني اللي هم هذول أهلنا، أطفالنا، أحفادنا، بيلعبوا بين الخيام، يعني وفلاصة منطقة يعني مية، يعني وبقى فرحانين، يعني والله أطفال فرحانين حقيقة. هذه هي العظمة، إنه هذا شعب لن يموت على الإطلاق. هذول هم جيل المستقبل، هذول اللي حيحتفلوا بإذن الله وحيستمتعوا بتحرير فلسطين، كل فلسطين. والله إنه شايف الأمل في عينيهم، هم مساكين بيلعبوا. أنا تذكرت شبابي، آسف، تذكرت طفولتي لما كنا نلعب بين الخيم في مساحة ضيقة ونمزح ونجري ورا بعض ونضرب بعض، نروح على المراجيح بقرش واحد ضل نتمرجح طول اليوم، ما فقرة، ما عندناش شيء. ايش ملابس العيد؟ ملابس العيد ايش كانت؟ من يعني بير كردان مثلا، كنا نتورثها من اخونا الاكبر، تنزل من الاكبر للاصغر للاصغر وهكذا، لكن كنا سعداء. وانا شايف السعاده في عينين هالاطفال هذول، عندهم الامل، هذول ابرياء. فوالله باذن الله، باذن الله هؤلاء هم اللي حيحتفلوا بالنصر الكبير وبتحرير كل فلسطين. والله اسرائيل ارتكبت اكبر خطا في تاريخها لما ارتكبت هاي المجازر، والله هذه بدايه نهايتها، لانه هذه المجازر ارتكبتها هاي حرب الاباده، هذا التطهير العرقي، هذا قتل الاطفال، والله لن يغفر ابدا. هذا الجيل لن يغفر هذا اللي حصل لهم، ولأبهاتهم ولأمهاتهم وللأطفال أشقائهم. هذا يعني جريمة كبرى بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. هذا يعني جيل قادم بإذن الله سيزلزل الكرة الأرضية كلها ويحصل على حقوقه. هذا المسألة. الأمر الآخر بدي أحكي عن اللي هو لويد أوستن، وبدي احكي كيف انه بقول لك انه فيش ادله على انه لدينا ادله على حدوث حرب اباده في قطاع غزه. يا الله نفسي اشتم بس الادب بيمنعني. يعني قمه النذاله، والله قمه الوقاحه، يقول لك ما عندناش ادله، ما عندناش ادله بانه في اسرائيل مارست حرب اباده في قطاع غزه. يا عمي شوف محكمة العدل الدولية، شوف اللي بيترافعوا أمام محكمة العدل الدولية، جنوب أفريقيا، هؤلاء الأشقاء اللي بدعوا وعروا هذا العدو الإسرائيلي، شوف اللي هي نيكاراغوا، الدولة ما مسلمة ولا مسيحية ولا إسلامية، هاي الدولة العظيمة نيكاراغوا اللي جابت فريق دفاع من أجمل ما يمكنه، ولا عربي ولا حكومة عربية ولا حكومة إسلامية حتى، راحت رفعت دعوة. وين العالم الإسلامي؟ وين بنحكي 2 مليارين ومش عارف، كلام فارغ. يعني لويد أوستن هذا بقول لك إنه لا، ما عندنا أدلة. يعني طب يا أخي ما عندك أدلة، كي طب اللي استشهدوا هذولا اللي 33 ألف ولا 35 ألف ولا 40 ألف، كيف استشهدوا؟ يعني بإيش؟ بعاصفة رعدية مثلا؟ يعني هذا يعني مسخرة. والله العدو الحقيقي هو الولايات المتحدة الأمريكية، هي اللي بتتستر على هاي الجرائم، وهي المجرمة، وهي اللي بتتحمل المسؤولية الأكبر عن كل شيء بيحصل في قطاع غزة. وإحنا يعني لما يعني بيقولوا لنا أنتم العرب أنتم ما بتحبونا، طبعا ما بنحبكم ولا حنحبكم، لأنكم أنتم بتذبحونا، أنتم اللي بتعطوا إسرائيل القنابل، أنتم اللي بتعطوا الإسرائيليين اللي هو الطائرات الشبح F-35 اللي بتخصف أهلنا في قطاع غزة. انتم بتمارسوا شركاء في الجريمه هاي، مش بس انتم اللي بتدعموا القتل، وانتم مسؤولين عن هذا القتل. قنابلكم هي اللي بتقتلنا، هي اللي بتقتل اهلنا، هي اللي بتقتل اطفالنا. هذه يعني شيء اساسي. وتقول لي في الاخر انه والله ما عندناش ادله؟ طب عندكش عينين انت؟ مش شوفش؟ شوفش التلفزيونات؟ هذه لأول مرة حرب في التاريخ تبث على الشاشات، ما فيش تستر. شفنا كيف الإسرائيليين بقتلوا الأطفال، شفنا الأطفال كيف بيطلعوا من تحت الأنقاض، شفنا كيف جثثهم مقطعة. هذا المسألة. وبتقول لي ما فيش عندنا أدلة؟ وكيف بدنا نحبكم؟ ولا كيف ما بدنا يعني نعاديكم؟ يعني هاي المسألة الأساسية. يعني يا ريت يسمعني هذا اللي هو بايدن الخرف، يا ريت يسمع، ويا ريت هذا أوستن و...
واحنا احنا نعرفهم كذابين. والله لما طلع اللي هو وزير الدفاع السابق اللي هو سيد اسمه، يعني حقيقه لما طلع على التلفزيون يقول هاي الصور بتاعت العراق، يعني هذا باول، يعني لما طلع على شاشه سي ان ان وانا كنت في استوديو بتاعها في لندن يقول هاي صور عن المفاعلات او المعامل اسلحه الدمار الشامل الكيماويه والبيولوجيه العراقيه المتحركه، قلت له كذاب والله كذاب، والله ما في عند العراق اسلحه دمار شامل. وكنت يعني هؤلاء بيكذبوا على اي حال، مش مهم ايش ما يقول يعني اوستن ولا له قيمه. الان العالم كله عارف مين اللي بيقتل الاطفال، مين اللي بيدمر قطاع غزه، مين اللي الان ما فيش. يعني انا والله بحزن على هالاطفال هذول، ليش؟ لانه على الاقل يعني بدهم يرجعوا، وين يرجعوا؟ ما فيش بيوت، 90% من المنازل قطاع غزة دمروها، بيوت قطاع غزة دمرت. فلكن بإذن الله صبرا على ياسر، أنا في تقديري والله سيكون النصر لنا بإذن الله.